بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم صبيا قال إني عبد الله. ما شاء الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم.